وحتى نتحدث بهذا الموضوع بشكل موسع تنضم لنا الآن في الاستوديو ضيفتنا مدربة المهارات الحياتية والوعي الذاتي آية جميل رباح. يسعد صباحك. يسعد صباحك. آية، يمكن سمعتي أنواع الدموع اللي تحدثنا عنها، هل برأيك ممكن نسينا نوع أو يعني غضينا النظر عن نوع؟ لا بالعكس، ذكرتي كل الأنواع، ولكن هو التصنيف العلمي هي ثلاث أنواع رئيسية من أنواع الدموع. هاي إذا بدك تصنفيها علميا، اللي هي الرفليكس تيرز، اللي هي الدموع الانعكاسية، اللي هي مثل ما ذكرتي اللي بتنتج لما بنقطع بصل، نتعرض لغازات معينة في العين، فالعين بتفرز هاي الدموع كنوع من الدفاع عن نفسها حتى ترطب العين. حلو. والنوع الثاني اللي هو اسمه continuous tears، وهي الدموع المستمرة اللي هي موجودة 24 ساعة بعينينا كنوع من الترطيب وحماية أيضا من الغبار، من الدخان، من التراب، من العدوى الفيروسية. هدول النوعين من الدموع نسبة الماء فيهم 98%. أوكي. لأنه وظيفتهم أصلا هي غسل العين والحماية العين والحفاظ على سلامتها. تمام. والنوع الثالث اللي كلنا بنعرفه اللي هو الإيموشنال تيرز، أي الدموع العاطفية. نعم. اللي تنتج عند الانفعالات العاطفية. حلو. طيب اليوم آية نشوف أنه مش بالمجتمع عندنا مع الأسف وبالوطن العربي، ما أريد أخص دولة معينة، إذا جينا نفصل موضوع البكاء فيقول لك أنه المرأة تبكي عادي لأنه هي عواطفها ومشاعرها وما إلى ذلك، ولكن نشوف الرجل مظلوم جدا من هذه الناحية، لأنه مجرد أنه نزل دمعة أو طلع اللي بداخله يعتبرون اللي حواليه هذا ضعف وليس قوة في الشخصية. اليوم متى يعتبر البكاء قوة ومتى ممكن أنه يتم اعتباره ضعف، إذا كان يتم اعتباره ضعف في بعض الأحوال؟ شوفي، هلأ إحنا في عنا موروث ثقافي وعادات وتقاليد بتقولك أن الرجال الأقوياء لا يبكون. فبيجي عندك أنه الآباء ما عودوا أطفالهم أن يبكوا قدامهم، فهذا أيضا موروث، غير العادات والتقاليد أيضا موروث، غير ضغط المجتمع. المجتمع دائما ما يصنف حتى المرأة حتى الرجل اللي بيبكوا في الببليك، يعني في الأماكن العامة مش بنفسهم مش أمام الناس، إنه هذا نوع من أنواع الضعف، نوع من أنواع إنه عدم القدرة على السيطرة على المشاعر. فهذا الضغط من المجتمع أحياناً بيجبرك إنه أنت ما تقدري تعبري عن مشاعرك بهاي الطريقة، ولكن بالعكس البكاء عمره ما كان ضعف، البكاء هو قوة، لأنه البكاء هو صمام الأمان اللي بيحافظ على صحتك العقلية وصحتك النفسية وصحتك الجسدية. فإذا لم تستخدمي هذا الصمام رح ينفجر هذا الصمام، ورح تكون العواقب كتير كبيرة من اضطرابات نفسية واكتئابات، ويعني وضع أسوأ بكتير من أنك أنت تسمحي لدموعك أنها تنزل وتنهال. نعم. يعني اليوم نقطة كلش مهمة حابة أسأل عنها، أنه اليوم أنت تنصحين الأشخاص إذا حبوا أنه يبكون ويعبرون عما بداخلهم ما يكونون مع أحد، يكونون لحالهم؟ أنا شوفي بنصح دائما لا تكبت مشاعرك، وآخر همك رأي المجتمع ورأي الناس، فأنت أولا وأنت أولا وأنت أولا، لأنه عندما يختفي الجميع لن يبقى لك إلا نفسك. فالشيء اللي بيريحك والشيء اللي بيناسبك وتنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين، هاي نقطة مهمة، وشيء لا يخدش الحياة العام، فأنت حر إنك تعبر عن مشاعرك بالصراخ، بالبكاء، بالحزن، بالإنعزال، شو ما كانت الطريقة التي تسمح فيها بالرحيل للمشاعر السلبية والمؤلمة بداخلك، هذا حق لك، حق مكتسب، ومش من حق أي إنسان أنه يصادر هذا الحق. نعم. لكن اليوم يمكن بعض لما يسمعونا راح يقولون أنه إحنا ما عايشين بكوكب واحد، أنه إحنا بالنهاية ضمن مجتمع معين ومتعايشين ويا ناس داخل هذا المجتمع، فراح يقول لك أنه لا، أنا لازم أخذ بعين الاعتبار نظرة المجتمع إلي، أو أنه يعني انعكاس هذا الموضوع علي كنظرة الناس إلي في المستقبل. شوفي، حتى المجتمع الآن تغير، يعني هذا الموروث ما زال طبعا موجود عند فئة معينة من الناس، ولكن إحنا حاليا في عصر خلينا نحكي الصحة العقلية والصحة النفسية والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، معظم الناس صار عندهم awareness، وعي بهاي الأمور، وصرنا نقدر نتقبل سلوكيات ما كنا زمان إحنا بنتقبلها. صحيح. فصرنا يعني صرنا نتقبل الآن دموع الرجال، وخاصة في يعني مواقف الفقد، لما بفقد والده بفقد والدته، بالعكس الناس ما بتعتبره أنه ضعف، الناس بتتعاطف معه لأنه هو في موقف كبير وجلل أنك أنت فقدت شخص كتير عزيز عليك. فمن أبسط حقوقك بالحياة
أنه أنت تعبري عن هذا الشيء حتى لو بدمعة وحتى لو كنت رجل. الرجل والمرأة هو كائن إنساني، ولقد خص الله الكائن الإنساني بالدموع العاطفية، وأيضا الأفيال والغوريلا وبعض من الثدييات عندهم هاي الخاصية أنهم يعبروا عن انفعالاتهم العاطفية وحزنهم عن تقريق الدموع. فما تصادري حقك اللي الله منحك إياه. حلو. طيب أي اليوم إذا نتحدث عن أنواع الدموع اللي ذكرناها قبل قليل واللي حضرتك ذكرتيهم أيضا، أي نوع منهم اللي يكون مفيد للجسم؟ يعني في حال أنه إحنا لجأنا له راح نحس أنه هذا النفس إنه إحنا ارتاحينه من بعد ما نزلنا هذا الدموع. شوفي الإيموشنال تيرز اللي هي الدموع العاطفية أو الدموع الانفعالية، هاي الدموع مش فقط بس وجدت حتى تخلصك من التوتر والقلق والألم النفسي والحزن. هاي الدموع تطلق هرمون يدعى بهرمون الشعور بالرضا. هاي الدموع لما بتنزل بينطلق بالجسم هرمونين، هرمون السيروتونين وهرمون الاندروفين، وهدول الهرمونين قادرين على تهدئتك وتحسين مزاجك واخراجك من نوبة الألم او نوبة الحزن العميق اللي انت موجوده فيها. ولا ليش كل الناس بعد ما بتبكي بتقول لك الحمد لله انا ارتحت؟ لما بكيت ارتحت. فلافراز هدول الهرمونين المعروفين بهرمونات الشعور بالرضا هم ظاهره صحيه، وهي بتساعدك على انك تتخطي هذا الالم. نعم. طيب اليوم يمكن البعض لما يصل الى مرحله، يعني اكو ناس نسمع عنهم او نشوفهم بحياتنا يقول لك انا عيوني نشفت من الدموع، فيصلون إلى مرحلة أنه لما يتذكرون موقف معين أو شخص معين أو ذكرى معينة بحياتهم خلتهم يدرفون الدموع، بالعكس يبتسمون. هل هذه ممكن نقطة قوة إحنا وصلنا لها من بعد ما استنفذنا كل الطرق؟ شوفي هاي أنا بعتبرها نقطة ذكاء عاطفي أو ذكاء انفعالي وجداني، لأنه لما بتعيشي أنت الموقف بكامل تفاصيله وبتعطي المشاعر حقها وبتسمحي لهاي المشاعر بالرحيل من داخلك، فما بتعود هاي المشاعر تأذيكي حتى لو انذكر الموقف قدامك، لأنك تجاوزتي وتخططي بجدارة وكان عندك وعي ذاتي بداخلك وفهمتي مشاعرك بالشكل الصحيح وعالجتي السلبية فيها وحولتيها من مشاعر سلبية لمشاعر محايدة لا بتأذيكي لا بتحزنك ولا بتفرحك، فبالعكس هذا من الذكاء العاطفي. نعم. طيب اليوم متى تكون الدموع تحديدا مضرة علينا نفسيا؟ يعني متى نصل إلى مرحلة أنه إحنا بهذه الحالة إذا درفنا الدموع راح تكون مضرة علينا ما راح ترجع لنا؟ شوفي في حالات مرضية اللي هي عدم التوقف عن البكاء اللي هم الناس اللي ما بتحكموا بدموعهم ودموعهم 24 ساعة منهمرة. هاي الحالة التي تعيقك عن ممارسة حياتك اليومية لأنه أنت 24 ساعة بتبكي، يعني بلغتنا العامية اللي بقولوا لك بكاية أم دمعة اللي هي ماكسة. أيوة اللي على كل شيء بتبكي تقولي لها صباح الخير بتبكي، لأنه صباح الخير ما كانت عاطفية وحنونة فبينزلوا دموعها حساسة كتير. فهون يجب تدخل الإرشاد النفسي أو الأخصائي النفسي بحيث أنه أنت تلجأي له عشان ينظم هاي الظاهرة. أي ظاهرة أو اضطراب إحنا بنمر فيه شو ما كان بيعيقنا عن ممارسة حياتنا اليومية بالشكل السلس بالشكل الطبيعي، يجب أنه إحنا ناخد فيه مساعدة ضروري حتى نوقف. نعم. طيب إحنا كأشخاص شلون ممكن يكون عندنا الوعي أو نحس على نفسنا أنه إحنا هنا وصلنا إلى مرحلة نحتاج إرشاد أو يعني إرشاد نفسي أو نحتاج مساعدة أحد لنا؟ لأنه دائما يعني بالفطرة أنه الإنسان يحب نفسه، فصعب يعني مو من السهل أنه يشوف أخطاء أو يشوف الهفوات اللي يقع بها. فش وقت نحس إذا ظهرت عندنا علامات معينة أنه إحنا لا لازم ننتقل للخطوة اللي بعدها ونحتاج إرشاد نفسي؟ شوفي إحنا دائما بنحكي أول نقطة وأهم نقطة حتى أنت تلجأ لشخص يساعدك هي الاعتراف بالمشكلة. وأنت هون حكيت نقطة كتير مهمة. نعم. ونصف حالها معظم الناس يا بيصير فيه تجاهل للمشكلة يا إنكار للمشكلة يا تجاوز للمشكلة، مثل قفز الحواجز، عنده مشكلة وكل يوم بقفز من فوقها الصبح وما بده يعالجها. فنحن كمعالجين ما بنقدر نزرع الدافع داخلك. أنت لازم يكون عندك الدافع. إمتى بيجيك الدافع؟ لما بتشعري أنه في عائق بينك وبين ممارسة حياتك اليومية. مو قادرة أصحى، مو قادرة أروح الشغل، مو قادرة أركز، بتبلش تظهر المشاكل في حياتك، مشاكل في العمل، مشاكل في العلاقات الاجتماعية، مشاكل في العلاقات الأسرية. وهذا التتابع من سلسلة المشاكل المترابطة ببعضها بيوصلك لنتيجة أنه يجب أن أجد حل، يجب أن أجد مخرج. فبتصير تدوري على أي طريقة تساعدي نفسك فيها.
حلو. طيب اكو نقطه يمكن حتى انا هي كانت تدور بذهني وهسه نبهوني عليها زملائي بالاستوديو. بعض الاحيان نشوف الناس مجرد ما ذكروا البكاء تصير عندهم رغبه بانهم يطلعون الدموع. زين لما بتشوفي شخص بيضحك حتى لو ما بتعرفي ايش بيضحك، رده فعل انعكاسيه نفس نظام المراه. شفتي شخص بيضحك بتصيري بدك تضحكي لا شعوريا. نفس الشيء لانه في تعاطف موجود بين الكوائن البشريه، حتى الحيوانات في بينها تعاطف. صحيح. فهذا التعاطف بخليك تدخلي معه بالحالة، إذا هو بضحك تحسي حالك بدك تضحكي مع أنه ما بتعرفي إيش بضحك. وإذا بتشوفي شخص ما بتعرفيه ماشي بالشارع ودموعه نازلة بتتأثر، بتقولي حرام ليه عم ببكي، بتحسي أنه الدمعة رح تطلع من عينك، فهذا أيضا نوع من التعاطف والتأثر الانعكاسي للأشخاص حوالينا، وهذا جزء من البيئة إحنا ما بنقدر نتخطى. لذلك يقول لك دائما جاور السعيد تسعد. أكيد. لأنه تأثير الناس اللي حوالينا علينا ممكن يظهر علينا بطريقة واضحة جدا، سواء كانت لنا رغبة بها أو ما لنا رغبة بها فرح تظهر علينا. اليوم نصيحة أخيرة آية حابة توجهيها من خلال قناة دجلة وصباح دجلة. شوف النصيحة الكتير مهمة أنا دائما بحكيها، علينا دائما أنه نتعامل مع مشاعرنا بالطريقة الصحيحة ونسمح إلها أنه تخرج من داخلنا ونعبر عنها حتى نتخلص فيها، نتخلص منها، ما نحملها سنين بداخلنا وتتراكم ويجي موقف واحد بسيط يفجر كل هاي المشاعر المتراكمة. وأنا بحكي شغلة تانية كمان، من أسوأ أنواع الذكاء، الذكاء الانفعالي أو الذكاء الوجداني، اللي هو الناس بتعتقد اللي هو شو الذكاء الوجداني، أنك تتعامل مع مشاعرك وانفعالاتك بالذكاء. كيف يعني؟ أني أنا بدي أبكي فعندي السيطرة على دموعي والسيطرة على عيوني والسيطرة على مشاعري، أني أمنع نفسي أني أبكي. هذا ذكاء انفعالي أو ذكاء وجداني، ولكن للأسف أنا أعتبره من أسوأ أنواع الذكاء، لأنه صحتك النفسية وصحتك العقلية وصحتك الجسدية حق عليك منك أنت تحافظ على صورتك وبرستيجك أمام المجتمع وحتى أمام نفسك، أنك ما تظهر مهزوم أو ضعيف أو منكسر. ودائما بقول كلمة في آخر هذا اللقاء اللي أنا تشرفت بتواجدي معكم، أنه دائما إن شاء الله الله بيجعل دموعنا هي دموع الفرح إن شاء الله. لما نوصل لمرحلة كتير كبيرة من الفرح ولا نجد الكلمات ولا العبارات ولا المفردات اللي تعبر عن الشكر والامتنان والفرح للشيء اللي حصل في حياتنا، فبتنزل الدمعة. وصدقيني دائما دمعة الفرح هي أصدق من دمعة الحزن، تنزل لتعبر عن كل الفرح والامتنان والسعادة والرضا اللي احنا شاعرينه بهاي اللحظة. نعم صحيح 100%. شكرا جزيلا لك آية لوجودك ويانا ولكل المعلومات اللي قدمتيها، واللي أتمنى مثل ما طلعت من القلب أن تصل للقلب لكل من تابعنا. شكرا جزيلا. شكرا لاستضافتي وممنونة بتواجدي معكم.